الأخ أبو علي من الجزائر، تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. السلام ورحمة الله. سيدنا، نحن كنا من أتباع مدرسة السنة والجماعة، ثم ولله الحمد والمنة استبصرنا ورأينا الطريق، وذلك الاستبصار، وسبب الاستبصار كان من خلال هذه الأحاديث التي ذكرتموها، وخاصة حديث صحيح مسلم، هذا الحديث الذي يخالف أصل الفطرة البشرية. ثم سيدنا عندي سؤال، وهو هل نظرية ولاية الفقيه تصلح لأن تكون بديلا لكل هذه النظريات السياسية المهترئة، وخاصة ذلك للوصول بالمجتمع البشري، لا أقصد فقط المجتمع المسلم، ولكن كل المجتمع البشري، ليصل هذا المجتمع البشري إلى السعادة. وبارك الله فيكم الله. سيدنا، بارك الله فيك. وأحسنتم، حياكم الله، شكرا لكم. نعم، الأخ أبو وليد من تونس. أنت أميري منذ الغدير والنص واضح جلي، رغم الحسود رغم الحقود مولاي باطن علي.